تجمع تركيا والدول العربية روابط أخوية عميقة وعلاقات اقتصادية وتجارية وثقافية وتراثية هامة، متمثلة بتاريخ عريق يمتد إلى نحو 500 عام. ومن خلال رؤيتنا اليوم فإننا نرى ونحث إلى ضرورة بناء شراكات كبيرة وإنشاء مشاريع مشتركة اقتصادية وتجارية بين الطرفين. تعمل تراب إكسبو بالتعاون مع مجموعة تي اي جروب منذ عام 2006 على تنظيم فعاليات اقتصادية على كافة المستويات والأصعدة المحلية والدولية بين تركيا والدول العربية. بالإضافة إلى تشكيل وفود تجارية وعقد المؤتمرات وتنظيم المعارض الدولية واللقاءات الثنائية التي تعمل على الجمع بين الشركات التركية والشركات العربية ورجال الأعمال العرب والأتراك، ويتواجد الآن على منصة تراب إكسبو أكثر من 5000 شركة تركية وأكثر من 50000 شركة عربية. وبصفتنا تراب إكسبو، عملنا ليس فقط مقتصراً على جمع الشراكات بين تركيا والشركات ورجال الأعمال العرب، وإنما امتد ليعزز البنية الاقتصادية بين الجمهوريات التركية كافة مع عالم الأعمال العربي تحت سقف واحد، وهو تراب إكسبو. فإننا نفتح اليوم بكل فخر واعتزاز ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي 16، الذي يضم المعرض 7 لمستلزمات وتكنولوجيا البناء والديكور الداخلي والمفروشات، والمعرض 4 للاستثمار والتمويل والمشاريع العقارية، بهدف توفير فرص حقيقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والمهني وتفعيل الاستثمار المشترك بين الطرفين. نتمنى لكم التوفيق والنجاح.